أهلا بكم، موجز الأنباء وهذه أهم العناوين. إحباط محاولة اقتحام جماعي لمليلية، مستجدات قضية الطفل محمد الحوزي وأسرته تطالب بتسريع الأبحاث، تسمم يرسل سائحة إلى المستشفى بالراشدية، طقس بارد وزخة مطرية منتظرة بعدد من مناطق المملكة. أحبطت السلطات المغربية بمدينة الناظور ليلة الاثنين الثلاثاء محاولة حوالي 100 مهاجر مغربي الوصول إلى مليليا المحتلة عبر السياج المزدوج بمنطقة باريو تشينو. وأفاد متحدث باسم وفد الحكومة الإسبانية بمليليا المحتلة في تصريح لوسائل إعلامية إسبانية أنه كانت هناك محاولة قام بها حوالي 100 شاب مغربي للاقتراب من محيط السياج الحدودي في باريو تشينو، وهي محاولة تم إحباطها من قبل قوات الأمن المغربية. طالبت قريبة الطفل محمد الحوزي الذي عثر على جثته قرب منزل والديه ضواحي بلدة أفرني بإقليم الدريوش قبل أسبوعين من تسريع الأبحاث وتوقيف الجاني المفترض وتقديمه إلى العدالة، مشددة على ضرورة إدانته بالإعدام في حالة القبض عليه. وقالت أميمة ابنة عمة الضحية محمد الحوزي في تصريحات صحفية لها أن العائلة تعيش أوقاتا عصيبة حيث لا تزال تنتظر نتائج التحقيق وتسلم جثة الطفل لدفنه، داعية إلى إلقاء القبض على الجاني في أقرب وقت ممكن انتصارا للعدالة. تعرضت أكثر من 200 سائحة أوروبية أغلبهن من جنسية فرنسية بتسمم غذائي مما حال دون مشاركتهن في نشاط تضامني بالراشدية. ووفق تصريحات بعض السائحات الأوروبيات لوسائل إعلام فرنسية أنهن أصبن بطارئ صحي مرفوق بالقيء والإسهال، وجاءت إصابة السائحات بالتسمم الغذائي خلال مشاركة أزيد من 800 امرأة في سباق تضامني للتوعية بمخاطر سرطان الثدي. ونختم معكم بأخبار الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن يظل الطقس باردا نوعا ما إلى بارد بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وباردا نسبيا بالسهول الداخلية والسفوح الجنوبية الشرقية. ومن المرتقب كذلك نزول أمطار ضعيفة وزخة مطرية محلية فوق السفوح الشرقية لمرتفعات الأطلس الكبير وجنوب المنطقة الشرقية. نهاية الموجز، غدا يلقاكم الزميل عادل الشجراني، في أمان الله.